حبيبه الدكتوره عفاف والافاضل الدكتوره نيفين والدكتوره ايمان ودكتور تامر، نورتوا كليتكم. في الحقيقه انا اذا كان الشكر مش هيبقى ليا، شكر للكليه كلها، الساده الوكلاء ورؤساء الاقسام وعلى التدريس كلهم والوحدات. وفي الحقيقه الحمد لله يعني الكل قلبه على بعضه، فده نتيجه عمل الكل. انا بشكرهم طبعا، وان هم يعني انتمائنا للكليه فبيوضحها جدا في مجتمعنا الجامعي وبيوضحها قدام الناس. واي شهاده انتم بتقولوها احنا بنعتز بيها جدا، ويعني احنا بنشكركم طبعا على رؤيتكم اللي انتم شايفينها لينا، وكمان لو يعني شايفين اي حاجه ثانيه ممكن نزودها احنا يعني على قدر المستطاع. فيعني احنا بنشكركم فعلا لتخطيط متابعه الخطه التنفيذيه للتخطيط الاستراتيجي اللي احنا استفدنا من حتى العهد السابق الدكتور جمال، احنا بنسجله شكرنا. وكل الساده الافاضل اعضاء مركز التخطيط بالجامعه، حضراتكم طبعا، دكتورة عفاف استاذتنا الجميله، وكل حضراتكم قد احنا استفدنا. لان في الحقيقه الزياره بتاعت التخطيط دي تعتبر مؤشر لزياره تجديد الاعتماد. انتوا بتحطوا لنا المبادئ الويك بوينت ونقاط القوه وكل ما يخص، انه عين جميله معانا، عين قلبها علينا، قلبها على كل كليه بتدخلها، بحيث لما يجي حد من بره الجامعه تبقى الكليه مش حاسه باي قلق او اي خوف. انا بشكركم شكر جزيل جدا بالنيابه عن كل زمايلي، وان شاء الله كده نكون عند حسن ظن لكم وظن الجامعه وظن كل الناس حواليك. شكرا.